السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم طيب. أهلا للا خديجة. السلام عليكم ورحمة الله، كيداير؟ الله يبارك فيك للا. لاباس عليك؟ نحمد ربي ونشكره. دايره صحة لاباس؟ ولله الحمد. الحمد لله. يا مرحبا بنتي خديجة. كنشكرك على هذا البرنامج دكتور مرة ثانية وثالثة ورابعة. العفو للا، الله يعطيك الخير والبركة. حنا كاع الأذكار اللي كد كنذكرهم كلهم كنواظب عليهم والحمد لله. هنيئا هنيئا للا خديجة. أنا واحد البنت في السن ديالي دابا 40 سنة. نعم. وكان عندي الموانع في السواس. لا إله إلا الله. وأنا كنعيش في واحد البادية، يعني ساكنين في فيرما. إيه. وأنا واحد البنت جميلة. نعم. قبل كل شيء مؤمنة. الحمد لله. ملي عندي 17 سنة وأنا عمر الصلاة ديالي ما تخليت عليها. تبارك الله وصل عندي. عمر ما تخليت على الصلاة، دائما ما كنفرطش في الأوقات ديالي. هنيئا لك. والحمد لله من 17 سنة حتى لدابا. تبارك الله تبارك الله. وبزاف ديال الناس تقدموا ليا. إيه. كاينين اللي منهم مرايقين صرفتهم. نعم. واللي سميتو عندي شوية العين والحسد بزاف، فايس غير في الدار يعني من الأقارب. لا حول ولا قوة. هي بزاف اللغط اللي كيسمعوا شي حد بيتقدم ليا بحال قول شي كهذا بتخرج من الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما متقبلينش أنا نخرج من الدار نبعد عليهم. لا إله إلا الله. دكتور نقول لك واحد السيد اليوم تقدم ليا، جا اليوم هذا النهار ديال الاثنين اليوم. يا ربي الله يسمعنا اخبار الخير. إيه. ولكن هو مطلق جوج مرات. العيالات مطلقين عنده ستة ديال الدراري، طلقاتو المرة الأولى والمرة الثانية. حملوا كثير ربي. اللي جاو وقعد مع الوالد وطلب باش يشوفني. إيه. وواحد السيد اللي جابو ما عمر شافني. إيه. السيد اللي قريب لينا كيشوفني قال لي كاينه واحد البنت، بنت فلان، غنديك ان شاء الله تشوفها وإلا قبلوا يعطوها لك. ولكن هو ما عندوش السكن. إيه. وعنده واحد الارض ديال ولادو، قال لي الوالد انا هذيك الارض اللي عند ولادي بغيت نبيعها ونشري لها الدار فين تسكن. إيه. ودخلت مع مرات خويا والوالده جلسنا واحد 10 دقائق. نعم. ولكن انا مسطرح عليا هذا السؤال، بغى يبيع الارض ديال ولادو باش يشري لي انا الدار فين نسكن. رفضت انا، قلت له لا ما يضيعش وليداتو. انا ما بغيتش نضيع ولادو ملي هو ما استطاعش يدير السكن ديالو. كما كان الحال يعني الانسان وخا تكون دويره على قد الحال، هو ما استطاعش، ما عندوش شي دخول لا تجاره لا يعني كي خدمة عنده، مرة يخدم مرة ما يخدمش. ما شاء الله. وأنا ما قبلتش يبيع ديك الأرض اللي ديال ولاده باش يقول لي فين تسكن. إيه بس مش سعادتك على تعاسة آخرين. وأنا أرفضت. نعم. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي، وكنطلب كاع المستمعين اللي كيسمعوني في هذا النهار ديال الاثنين، في هذه الليلة ديال الاثنين، يا ربي ادعوا معايا نلقى شي زوج لائق يا ربي. يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم. انا الاوصاف ديالي يا ربي ادعي معايا يا دكتور، وادعي معايا كاع المستمعين كما كندعيت انا كنقول امين. اللهم امين. سمعتو درت الاذاعه معاك في البرنامج، كنقول من صميم القلب امين يا ربي اللي دعا وطلب شي حاجه. وكنطلب من المستمعين كلهم يدعيو معايا ويقولوا امين يا ربي نلقى شي ولد الناس اللي يكون لايق بيا. يا رحمن يا رحيم. واخا يكون مفوت غير يكون لائق، يعني ما كي قلتي ما نبنيش سعادتي على تعاسة الآخرين. نعم. أيه. وأنا الأوصاف ديالي الطول. نعم. ديالي متر 57. نعم. بيضاء ديال الشقورية، شقراء وجميلة ومؤمنة ومحافظة على الرشقة ديالي، وبنت ذكية وديال الدار وديال الزمان. وكنطلب في هذا البرنامج إذا كان شي ولد الناس. نعم. شي راجل كيقلب على هاد الأوصاف اللي ذكرت دابا وبغى الحلال. نعم. ما يكمل الدين ديالو، بغى الحلال. اللهم امين.
خلى الرقم ديالي احتفظ بيه دكتور. واخا بنتي واخا خديجه، انا غناخذ الرقم غنطلب الاداره الله يجزيكم بخير احتفظوا لي بالرقم ديال الاخت خديجه من مراكش، وكنحيوك بنتي خديجه، وكنبغي نقول لك بان قضيه الزواج كما نذكرها مرارا هي قضاء وقدر مكتوب. انسان غيجي عنده النصيب ديالو تلبين يدو، لكن لا يمنع ان الانسان كيجي عروض، العرض الاول والثاني والثالث، وكاين اللي كتجي عروض بالعشرات، ولكن ما غيدي غير النصيب ديالو. كون الانسان مطلق ليس عيبا، الطلاق ليس عيب، ربنا عز وجل ذكره في كتابه العزيز وافرض سوره بكاملها سماها سوره الطلاق. احيانا قد يكون علاج لبعض الحالات المستعصيه. فإذا كان الانسان مطلق او مطلق ليس عيبا، لكن ملي كتقولي انه مطلق مرتين ربما الانسان قد يخاف شيئا ما. غالبا الانسان المطلق او المطلق ملي يلا كيخرج من المحكمه وكيشعر بانه منهزم كيبغي يثبت للاخر بانه قادر يبدا حياه جديده، فيتسرع ويختار اختيار غير مناسب فيقع مره ثانيه في الطلاق. كنعرف واحد الشاب من خيرة الشباب نهار بغى يتزوج قال لابد ان ياخذ شابه تكون بنت العصر، تكون قاريه وسامعه وفاهمه وواعيه. وفعلا كيقلب لقى واحد الفتاه تبارك الله مناضله حيويه نشطه كتلبس لباس عادي وتزوج بها. دوز مع واحد المده فكيلقى ديك الفتاه عندها مطالب نقابيه لأنها كانت مناضلة في قطاع نسبي مع إحدى الجمعيات اللي كتأمن بالديمقراطية ديال المرأة، فكان الكلام معه كله حقوقي، دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني. ما رضاته، بقى اليوم غدا 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 واحد النهار ويفكر في الطلاق. ملي طلق بقي خارج من المحكمة تلقى بواحد السيد قال لي أش وقع لك مولاي؟ قال لي راني نهار بغيت نتزوج مشيت لواحد التجمع خطابي كانوا فيه النساء كيطالبوا بالحقوق وكيطالبوا بالمساواه وبالكرامه، قلت تما فين كاين السر؟ لقيت واحد الفتاه تمايا دايره كذا وكذا تزوجت بها ولكن حياتي ولات كلها عذاب. قال لي اخويا اش بغيتي بهذا النوع هذا؟ يلاه نوريك احسن منهم، يلاه معايا للمجلس العلمي كاين فيه الحافظات والصالحات. مشى لقى واحد الشابه متدينه لابسه الحجاب ودايره النقاب والقفازتين وحافظ القران الكريم وحافظ المتون، قال هذه هي اللي بغيتها وتزوج معها. يلا دوز معها واحد المده قليله، هو مطلق، يلا مده قليله وبدا دائما الصراع، كتقول لي هذه بدعه، هذا حرام، هذه شبهه، هذا لا يليق. ولا مسكين مقيد، دات لي واحد الاختناق، هي متشدده في التدين ديالها فولا مخنوق. في الاخر ما استمرش العشره بينهما فطلقها. قال لي خديت وحده حريه جدا، بعد خديت وحده متدينه جدا، بغيت الوسطيه. بقى كيقلب على الوسطيه، راه باقي لحد الساعه كيقلب مازال ما لقاش. طلبوا الله تعالى لك في الاستماع ولاله خديجه لاقوك معها باذن الله، الله يكمل لك الرجاء ويفتح لك باب تيسير. فالانسان كيكون مطلق مرة أو مرتين إلا جلستي معه وسولتي كتلقى حتى هو عنده ظروفه وأسبابه ودوافعه. اللي بغي نقول لك بنتي خديجة راه كاين فعلا الحسد وكاين العين وكاين اللغط والعياذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لك ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير. ها واحد المدة أخيرة واحد الزيجة واحد الشاب مع مراته كانوا يضرب بهم مثال في التفاهم، كيبغيها وكتبغيه، كيحترمها وكتحترمه، كانوا كيقولوا فوله وانقسمت نصفين، هو جميل وسيم وهي كذلك في مستوى الاناقه والتفاهم والحوار، يعني كوبل نموذجي. مشى لواحد العرس حضروا شي حباب شافوهم تكلموا ضربوهم بالعين. من ذاك النهار هما جايين في السياره وبدا القيل والقال، قلتي ما قلتي قلتي ما قلتي، حتى ديك الموده وديك المحبه وداك الحوار كله اللي كان بيناتهم مزال، حتى ولا الكلام القبيح ولا السب والشتم. ملي كتقلب شنو هو السبب؟ ما كاينش سبب واجه. في الاخر كتكتشف بان المشكل وهو انه الحسد والعين واللغط، وويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير. لهذا كنقولوا الانسان دائما يحصن نفسه بقراءه المحصنات
اللي هي الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، وربي غادي يحفظه. بنتي خديجة الله يكمل لك الرجاء، أنا خذيت الرقم ديالك، وإن شاء الله تعالى من يهمه الأمر لطلب يد بنتنا لالة خديجة من مراكش اللي سمعتوا الأوصاف ديالها، وهي مؤمنة ومتدينة وحسنة، فمرحبا به، الله يكمل الرجاء للجميع. طبعا البرنامج ليس هو من باب العلاقة في الوساطة في الزواج بين الناس، هذا غير ليست صدفة من المصادفات. كان عندنا برنامج خاص بهذا الموضوع كنا نسميه النصف الآخر، وكنت أريد أن أسميه الطيبون للطيبات، وعاش داخل إذاعة ميد راديو لفترة زمنية، وكان لقاء بين الأحباب كنا نخصصه فقط للعلاقة بين الأزواج، لكن وقع واحد الاكتضاض شديد من طرف الشابات خصوصا، والشباب البعض كان ربما يتلاعب، يقول لك بغيت هذه، يتعرف عليها كدوز أسبوعين يقول لك لا ما فهمتهاش أو ما فهمتنيش، بدل لي، كيبقى يبدل، فوقع فينا حرج. فالأساس هو أن البرنامج هذا يسمى كلام طيب، فيه فضفضة، فيه طرح للمشاكل. وحتى القضية المساعدة المادية كان عندنا برنامج اسمه قلوب رحيمة، الغاية منه هو تقديم المساعدة المادية للمرضى وذوي الاحتياجات الشديدة، لكن أيضا وقع فيه اكتضاض شديد، فاكتفينا ببرنامج كلام طيب، فضفضة وحوار ومناقشات، واللي بغى شي حاجة ندله على الدليل من أين. رب العباد هو الغني ينفق كيف يشاء، وهو الذي يختار لكل منا نصفه الآخر ويسعد قلبه. شكرا لك للا خديجة من مراكش. نعرف جميعا أن بلادنا كتمر هذه الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشيمنا كمغاربة اللي ورثناها على أبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معنا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصنا نكونوا مغاربة أحرار. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.